واحد بيقول ما معنى لا تقم ثورا دارسا؟ لعل الله تهمه الثيران. دي شفناها بنفسنا. الدراسة دي بيكون ازاي؟ بيكون الثور مربوط في حتة في الوسط وبيلف على دايرة كده علشان نفس الآلة دي الدراسة بتسحق الغلة يعني وبتحولها، او في دراسة تاني بتكشف الغلاف الحبة على الحبة يعني. فأثناء ما الثور بيلف ما يكممهوش، ياكل وهو ماشي يعني، ياكل من الحب الموجود، لأن ربنا بيشفق عليهم ان يبقوا جعانين وقصتهم الحب وما ياكلوش، فهو بياكل شوية وخلص، لكن الباقي كله كويس يعني، مهما كان هياكله ايه يعني، قدح نص قدح ما اظنش ويبقى كده. فكان الكتاب بيقول لا تقم ثورا دارسا، ولكنها اخذت بالمعنى الرمزي ان اللي بيشتغل لا تكمم فمه، تديله ياكل. لذلك زمان في العهد القديم كان اي واحد جعان لو مر على حق ممكن ياكل من الثمر بتاعه لكن ما يحطش في جيبه، وكان اللي عنده حقل وبيحصده بيترك زوايا الحقل علشان الناس اللي بيمشوا ورا الحصادين يجمعوا وياخدوا، لكن ما يجيش واحد بخيل وهو في الحصاد ينضفها على الاخر كده ما يخليش فيها حباية، دي مش كويسة. ربنا يقول سيب حاجات للفقير يجي وراك يلم وياخد. لذلك كان في ناس بيجمعوا وراء الحصادين زي راعوث كانت بتجمع وراء الحصادين، يعني بتاخد الحاجات اللي فاضلة على الارض او اللي باقية او سنبلة هنا او هنا. في بعض بلاد الريف يقول لك ده بيصيف يعني ياخد الحاجات اللي فاضلة. فلا تقم ثورا دارسا يعني اللي بيشتغل عندك ما تخليهوش يمشي من عندك جعان تكمن فمه بحيث ما يقدرش ياكل معاك.